شكرا استضافتنا هنا في هذا الفضاء. شنو اللي كيجعل الشي سرقاوي انه الزائر للمدينه بمجرد ما كيدخل المداخل ديالها كيحس بواحد النوع من الرهبه وواحد النوع من الروحانيه؟ شنو السر في هذه المدينه هذه؟ يمكن ونحن نتواجد بضريح المؤسس، وانت حينما تاخذ في حركه الاتجوال بين ازقه المدينه ينتابك شعور ب الهيبة والوقار، على أساس أن هذه المدينة يمكن نعتبرها مدينة الصلحاء والأولياء الذين اطلعوا بمهام روحية وعلمية منذ تأسيس الزاوية أواخر القرن السادس عشر، مرورا بالقرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، حتى أصبحت محجا للمريدين والعلماء والفقهاء والمتصوفة. والغريب أن هذه المدينة الزاوية، أي مدينة الصلحاء والأولياء، تحولت وتطورت، بمعنى لم تبقى مجرد زاوية بل تطورت إلى نموذج مدينة وتجمع عمراني، انطلاقا من منظور مؤسس الزاوية وأبناؤه وأحفاده من بعده، وأصبحت تقوم بوظائف عديدة كان على رأسها الوظيفة الروحية أو الدينية، والتي حولتها أيضا إلى القيام بوظيفة تجارية، وظيفة خدماتية، ووظائف أخرى اجتماعية. الآن نتواجد بضريح الوالي الصالح أبو عبيد الله محمد الشرقي العماري، مؤسس هذه الزاوية والمدينة أواخر كما قلنا القرن السادس عشر، وهو الموضع يمكن نعتبره الثاني لتأسيس الزاوية بعد أن قام بتجربة أولى على بعد كيلومتر ونصف في المكان الذي يسمى برجال الميعاد، ولكن الأوبئة الظروف الطبيعية حالت بينه وبين الاستمرار في هذا المكان لينتقل إلى هذا الموضع، كما قلت بسبب الوباء وبسبب كثرة الوفيات التي همت عائلته وأبنائه وأحفاده. إذن هذا عبارة عن مركب فيه مكان ضريح، وفيه كذلك جناح خاص بالإيواء، وبجانبه كذلك مسجد وحمام، وهو هذه المقومات هي ما تعرف به المدينة الإسلامية ككل في العالم الإسلامي أو العالم العربي. تكريما لروح مؤسسها واستحضارا لما قام به في خدمة الإنسانية، تقام كل سنة ذكرى للاحتفال بهذا المؤسس، وذلك بتنظيم موسم ديني وثقافي تشرف عليه السلطة المحلية والإقليمية والمجلس البلدي والزاوية الشرقاوية، وتتحول المدينة إلى محج للزوار، لدرجة أن عدد الزوار قد يفوق 300 ألف زائر، وهو ما يفرض علينا استثمار هذا المعطى في إطار تحقيق تنمية بتوظيف هذا التراث في خدمة السياحة الروحية والسياحة الثقافية في الجهة. أعتقد أن هذا يحتاج إلى رؤية متعددة الأبعاد باش يمكن نحول هذا التراث أو نوظف هذا التراث في خدمة التنمية، من خلال توفير البنية التحتية الفندقية الطرقية، ثم كذلك تسويق هذا المنتوج وبعثه من جديد للتعريف به أولا
داخل المحيط الإقليمي وداخل المحيط الجهوي. ونتمنى أن لا تتنكر الجهات الجهوية أو وزارة الثقافة من خلال المندوبية الجهوية على إقصاء المدينة الزاوية من خلال الاحتفال بشهر التراث. فهذه المرة الثانية يتم إقصاء عاصمة الجهة الروحية والثقافية، ربما لا ندري ما هي الأسباب. وشكرا. Shut up, power.